اما احنا كشعب الله شاهد متنازلين على كل هاي الفوائد والحمايات لانه مشقنا من المي البارد والله العظيم. تقعد الصبح ورا الحمام تصفن بالباب ساعة وربع لان كنت تمارس عملية التشطيف بالقنص. زق 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 توجه الصوندة مع المي لازم تجيس الهدف. زق 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 لان اذا تكثر مي تصير عندك فطور بالرنج. وخاصة البرد العراقي والله العظيم يختلف عن اي برد بالعالم. والله اسألوني انا طالع وشايف يعني بالنسبة اللي ما يدرون. مو عبالكم الناس برا تلعب وتسبح بالثلوج وتسوي مثلهم، لا البرد العراقي يختلف. البرد العراقي عنده مشكلة شخصية وياك. برد لازم يمرضك. وإذا ما تمرضت مرجوع ومو أي لا مو أي مرض، إنفلونزا بالعظم. يعني با هنا كورونا يلا تضربك، هناك لا يجي. جربت كمواطن تروح لأي دولة وتطلع بدرجة حرارة سالب 10. كلش عادي تلبس قمصلة وتطلع وتكمل حياتك، تستبرد بس ما توقع بالإفراء. البرد العراقي مصر يكسرك، أباك فصيل مو طقس. الناس برا بالشتا تلعب كرات الثلج، بالعراق الدور على كراتك ما تلقاهن. فأنا أقول نقلب الصفحة، الصلعان ما راح يوافقون نولد منهم كهرباء، والبرد لأنه أكو مشكلة رئيسية، أصلا تجي الكهرباء، شلون تطلعها؟ شلون تشحن من الأصلع؟ مشكلة. أي والبرد العراقي ما بفوائد مثل العالم كذب. وبهالحالة ما أعرف شو راح نقضيها والله، فخليكم ويانا.